السلام عليكم حبيباتي، نتمنى انكم تكونوا كامل بخير. اليوم عندي معكم خبز البطبوط منفوخ فوق الشباك بطريقه سهله وما يديش بزاف وقت، والنتيجه مضمونه. شوفوا معي طريقه يعني الانتفاخ وكيفاش راه منتفخ. تابعوا معي الفيديو الى اخره باش ينجح معكم هذا الخبز، وننتقل مع بعض الى طريقه تحضير خبز البطبوط. اذا حبيباتي، المقادير تاعنا للوصفه تاعنا تاع نهار اليوم هي كالاتي. هنا عندي كاس ونص، كاس ونص ماء دافي. هنا عندي مغرفه كبيره سكر ومغرفه كبيره خميره الخبز، راح نحطهم نخلط الكل مع بعض. راح نضيف 5 ملاعق كبار زيت نباتي. هنا عندي الفارينة والملح، نحاول نعطيكم الفارينة يعني نكيلكم بهذا الكاس. بسم الله، الكاس الأول ونضيف حوالي مغرفة قهوة الملح. نخلط هذا الكاس أولا، نضيف الكاس الثاني، كاس ثالث. راح نبدا نستعمل يدي ونضيف كاس رابع، والكاس الرابع نحاول نضيفوه بالتدريج يعني باش نشوفوا الا كان يدينا كامل داك الكاس ولا لا. يعني نضيف الكاس الرابع كامل، نظن انه راح تدي لي 4 كيسان فارينة. هنا اذا كان الفارينة تاعكم اللي ما تشربش، تقدروا تضيفوا حوالي 3 ملاعق كبار، يعني كي تضيفوا 4 كيسان تضيفوا 3 ملاعق كبار اكل، يعني الكمية تاع الفارينة 4 كيسان كبار تاع الفارينة. واللي ما الفارينة تاعها النوعية تاعها اللي تشرب عفوا، نضيفوا حوالي ملعقة كبيرة ولا 2 ملعقة فارينة. اذا راح نجمع كامل هاد العجينة. فوالا، جمعت العجينة، يعني دتني حوالي 4 كيسان مملوئين فارينة مع 2 مغارف فارينة. هذا ما كان 4 كيسان وزوج مغارف فارينة. راح نقطع العجينة تاعي، نكور كويرات صغار ونحطهم يرتاحوا. فوالا، قطعت العجينة تاعي الى 10 كويرات هكذا صغار. راح نغطيهم ونخليهم يرتاحوا حوالي 10 دقائق. اذا بعد ما الكريات تاعنا اختمروا، فوالا شوفوا كيفاش ضعفوا الحجم، يعني دولي حوالي 20 دقيقة، يعني كل وحده على حسب الجل اللي عندها في الدار. راح نبسط الحبات تاعنا باستعمال الفارينة، عفوا، يعني لازم نحسوا انه الهواء دخلهم داخل. نحاولوا ما نكثروش الفارينة، نبسطوهم كمرحلة اولى باستعمال الفارينة، ومن بعد نتخلصوا من الفارينة. هنا انا حبيتهم هكذا صغار، اللي تحبهم كبار يعني تكبر الحبات تاعها. اذا فوالا، بسطهم على هذا الحجم ونحطهم فوق طرشونة. اذا نكمل نبسط كامل العجينه تاعي
بهذه الطريقه ونرجع لكم. لازم يعني الطاجين تاعكم يكون المقلاه تاعكم تكون سخونه مليح، خصوصا كي تنحوها تنحو المقلاه وتحطوا الكراسي تاعكم هنا في الشباك، لازم المقلاه تخلوها تشعلوا لها في بلاصه واحده اخرى، يعني ما تخلوهاش هكذاك تبرد. راح نبدا نقلبها ونحركها، فوالا غير تشد روحها نحوها ونحطوها فوق الشباك. فوالا شوف كيفاش تنتفخ معايا. فوالا راكم تشوفوا النتيجه خياتي كيفاش جات، يعني ما شاء الله. السر كما قلت لكم الطاجين يكون سخون وما تخلوش حتى يبرد، وغير تبدا تشد معاكم الخبيزه تاعكم تشد روحها، يعني نحطوها فوق هذا الشباك. شوفوا كيفاش خاويه من داخل، نزيد واحدة أخرى أمامكم. نحو غير بالعقل لأنه قادر يحرقكم، لأنه كي ينتفخ. عفوا راح نحي هذه، عفوا نقلبها، كي ينتفخ ممكن أنه البخار يحرقكم. راح نزيد معاكم حبة أخيرة حياتي، يعني باش تبعوا المراحل، لأنه مرحلة الطياب هي مرحلة مهمة باش ينجح معاكم هاد البطبوط. راني حطيت العجينة الحبة الكرايس تاعي عفوا في المقلاة تكون سخونة، غير تبدا دير هكذا الفقاعات نقلبها والنار تكون قوية. ونحطها على هذا الشباك باش تنتفخ معنا. نحركها فوالا، الحبة تاعي بدات تنتفخ. فوالا شوفوا كيفاش انتفخت. ها هو البطبوط تاعي بعد ما طاب، شوفوا كيفاش منتفخ. راح نقسم معاكم حبه وتشوفوا كيفاش جاء من داخل. يعني سخون، شوفوا كيفاش جاء فارغ، يعني ما شاء الله مليح لي ساندويش، يجي هايل. فوالا نتمنى انه ينال اعجابكم، ونتمنى انه تتبعوا هذه الخطوات باش يجيكم تجيكم النتيجه هكذا. اذا باش يلحقكم كل جديد من وصفاتي، ما تنساونيش تابوني وضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كل جديد من وصفاتي، والى اللقاء الى وصفه اخرى ان شاء الله.